مصري. بس انت عامله ايه يا قلبي؟ ايه لا زي ما انت زي ناشد. مساء الخير. مساء الجبنه. اتفضلي مين فيكم اللي حابب بشار؟ قصدك على الاستاذه جهاد؟ ما انا عارف هي بس بتجيب صفقه. انا فاهم بتجيب صفقه بس صبغه وجايه. سمنه ايه؟ لا هي جايه عامه. اتفضلي مين فيكم اللي حبيب يعمل شعره؟ اتفضلي. ماشي ماشي. ايه اوكي انا وهي يعني بصي اعتبريني ايه يعني بديل الجهاد او بديل جهاد. ماشي خلاص اتفضلي استريحي عقبال ما تيجي. اتفضلي. انا اسف يا ست الكل. نعم لا بس طب ماشي اتفضلي استريحي. معلش بصي يا ماما انا عارف ان انت بس ايه. اتفضلي اتفضلي. لا اتفضلي انا. طب ماشي استريحي لحد ما تيجي. لا 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 اقعدي استريحي لحد ما تيجي الاستاذه جهاد اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي. طب ماشي انت اتفضلي استريحي هنا يا ماما. اتفضلي استريحي اتفضلي استريحي. ينفع انا اعمل لك شعر؟ ايه انا مين؟ الحمد لله كويس. انت عامله ايه يا قلبي؟ ايه لا زي ما انت زي ماشي. الاستاذه جهاد جاي. لا لا انا ما شفتوش. انا اول مره اشوفه اصلا. ولا انا شفتها قبل كده. هو ماشي. لا 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 هو المكان والله هو بتاع الاستاذه جهاد. والله هو. اتفضلي استريحي متوتطه يعني. بصي بلاش تقعدي. انا مستعجله وعايزه امشي واخلص واعمل شعري وامشي. خلاص ماشي والله هنمشي. ماشي اتفضلي استريحي. عايزه تعمل شعرها. عقبال عندي عقبال عندك وعقبالنا كلنا. اتفضلي. شفتش انا زباين كده. اصبري بقى الاستاذه جهاد جايه لي. انت عايزه تعملي ايه عشان بس انا ما تمشيش من قدامي دلوقتي حالا عشان اتعصبت. ليه يا اختي؟ ماشي اوكي ماشي. انا علشان اخش اكلمها بس اقول لها في زبون بجد. مين؟ مارينا. مع ان الصيف لسه ما دخلش. ايه اللي جابك عندنا؟ ده انت غريبه قوي. لا خليك. انا عشان بس اقول لها ان يعني في زبون عايزه تعمل ايه. اقول لها الزبون عايزه تعمل ايه. خلاص اوكي يا طن. لحظه واحده. لا انا بجهز بس للسشوار. ده انا موت ولو حرقت شعر. معلش ممكن بس تقلعي لي الباروكه اللي انت لابساها؟ لا يا حبيبتي مش باروكه دي شعر. مش قلت لك بتكلف نفسك وبتغل عشان انا احلى مني؟ انت شوفي انت منظرك عامل ازاي؟ انت منين يا الدلعه دي؟ مالكش فيه. تعرفي ابو كارلو؟ حقك عليا يا امي. انا عندي انفصام في الشخصيه والاستاذه جهاد منزلاني هنا الشغل ان انا اكل عيش. لا حقك عليا والله. لا يا لا يا ست الكل. لا يا ست الكل اوعي. لا يا ست الكل بالله عليك كله ولا كله اللي قطع عيشه. تعمل شعرها عندنا. بص يا امي هقول لك انا على حاجه. تمام انا عندي انفصام في الشخصيه. حقك عليا والاستاذه جهاد هي جايباني ان هو ان انا اعمل ايه؟ ان انا اكل عيش. طب خلاص كل عيش بقى بعيد عننا. طب ماشي. المفروض تحترم الزباين اللي داخله. انا لما تيجي ليها كلام معايا اصلا جهاد اتفضلي. يلا بقول لك ايه. طب بص يا ست الكل خد هو والله العظيم عشان تصدقي. تعالي بس كده اقفي نوت معايا وبقول لك حقك عليا. اتفضلي انا عندي انفصام في الشخصيه والاستاذه جهاد زي ما انت في كاميرا اهي. الكاميرا اهي والله. انا كل ده بقول لك بصور مقلب والله العظيم بهزر معاك. انت كل ده وبتصور؟ بصور مقلب والله. واقف لي الوقفه دي وبقول لك هاني وهاني. عجبتك؟ والله العظيم والله انا راجل مظبوط في بلدي بقول لك والله العظيم بهزر. يعني كل اللي كل ده معايا انا بهزر معاك. انا صدقتك والله العظيم. تاني بهزر. انا مش هقرب اللي هي اصلا. والله العظيم بهزر. والله بهزر. لا 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 يا ماما والله العظيم تاني انا بهزر. واستاذه جهاد هي اللي موجوده هنا والاستاف كمان اللي موجود بنات. ممكن بس نوقف ان احنا نذيع. وانا اسف ليك يا ست الكل. ماشي نقول بس ذيع اهم حاجه. مساء النور. يا انت بجيب حاجه وجايه. اتفضلي انت محتاجه تعملي حاجه معينه؟ عايزه اعمل بس. ده كتير. وانت كمان. يعني لا وانت كمان. انت كمان جدا على فكره. انا بقالي كتير قوي ما شفتكيش. هو انت تعرفني؟ ايه؟ تعرفني؟ انت هتفضلي في القلب. يلا خلي بالك على فكره يعني انا من ساعتها. طب يعني ازعق ولا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اللي هو اتعصبت. عصبتني خلاص. لا انا ما اقصدش حاجه والله. طب خلاص بقى تمشي بقى. حاضر ماشي. انا اسف مش عارف انت بقيتي كده ليه. ما كنتش كده على فكره المره اللي فاتت. يعني ما كنتش كده. انا يعني مش طالع. هو انت تعرفني بجد؟ يعني عرفني. لو انت تعرفني قول لي. انت سبتيني للدرجه دي يعني؟ هو انا اعرفك
انا عايز اعرف بس اسمك ايه بس، ومحتاج شويه بيانات منك قبل ما هي تيجي عشان نلحق نعمل العمل على طول. عمل انت متخلف؟ مش انت عايزه تعملي صبغه؟ عمل ايه؟ مش عايزه تعملي صبغه؟ انت مش عايزه؟ طب انت عايزه تصبغي شعرك صح؟ انا عايزه جايه. تمام، ما هي جايه، هي بقول لك هي دلوقتي بس بتخلص تعويذه وجايه. سيبيني اشوف شغلي. ما هو انت مش شايف شغلك، انت بتهزر. لا خلاص انا خلاص مش هجيلك تاني، اتفضلي استريحي، انا هتعامل مع الزبونه اللي هنا دي. تمام يا استاذه، انت محتاجه ايه؟ انت عايزه تعملي شعرك نبيتي صح؟ لا بجد ربنا يهديك. تمام، هعمل لك شعرك نبيتي و طيب اديني التفاصيل بس عشان نعمل على طول التعويذه دي. قلت لي اسم الاستاذه ايه؟ استاذه انت مجنون؟ استاذه اسماء. انت اسمك ايه انت؟ تمام، كام سنه بقى؟ هو انت عبيط؟ في ايه؟ مجنون؟ في ايه يا استاذ؟ عرفني والله. ثواني بس معلش انا اسف، بس في ايه يا استاذ؟ هو في حد قاعد؟ ايوه يا استاذه، في زبونه دلوقتي. انت مش قلت لي انت مستنيه جهاد؟ انا هخلص بس الزبونه ديت عقبال ما انت جهاد. لا اطلع بره خالص. طب انا معايا دلوقتي جيست، طب هنبدا نهزر. عايز اشوف شغلي بعد اذنك، اتفضلي سريعا. ما تعصبنيش. معلش دي مجنونه بس انا اسف. انا اللي مجنونه. معلش هي كده، هي بتجن على طول تبدا تصوت كده. هو في حد؟ لا 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 بس ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو في حد قاعد؟ يا استاذه احنا هنهزر هنا. انا بكلمك دلوقتي هنهزر. بعد اذنك استريحي بقى وبطلي شغل اطفال دوت. مش مستريحه. طب خلاص خليكي واقفه كده زي ما انت. خد بعضك وامشي. تعالي يا استاذه اقعدي هنا، تعالي. اتفضلي. ثواني طيب. انت متخلف؟ طب سيبيني اشوف شغلي. طيب انت عايزه ايه؟ انت متخلف عرفني. يا استاذه انا معايا شغل. طب هنفضل نهزر كتير، انا اسف. انا مش فاهم مالك في ايه ده؟ يا استاذه انت يا بني ادمه، يا استاذه. والله العظيم كل ده هزار اصلا، بس يعني ايه دي خالص بس؟ يعني قومي انت من هنا بس. تعالي. لا عشان ما تظهرش في الكاميرا. والله بهزر معاكي، وده مقلب اصلا، وما اقصدش اي حاجه. انت زي اختي يعني. والله كده خلاص انا اتجننت. لا لا يا جهاد جاي اصلا، هنشوفك انت محتاجه ايه. وعامه اي حاجه انت هتعمليها النهارده ده فري من المكان. هستاذنك بس ان احنا ممكن نذيع. طب ندي اوكي ونقول ذيع. ذيع.